الإله. كان عندك كم سنة لما عرفت إن الإله أتوم عند الفراعنة هو النبي آدم عليه السلام، وإن الإله أوزوريس هو النبي إدريس عليه السلام، وإن الإله نوة هو النبي نوح عليه السلام؟ الإله أتوم تعريفه في الفرعونيات إن هو أول من نزل على الأرض، والسبب الحقيقي اللي جعل منهم آلهة عند الفراعنة إن عادة التاريخ القديم لما واحد عظيم بيموت بيتحول لأسطورة وبعد كده بيبقى إله، وده طبعا اللي حصل للنبي آدم أبو البشر وأصبح الإله أتوم. نفس اللي حصل للنبي آدم حصل لإدريس عليه السلام وأصبح الإله أوزوريس. هنلاقي الفرعونيات القديمة بتعرف الإله أوزوريس إن هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم ولبس المخيط والتقويم الشمسي والفصول والفلك. مش بس كده، الفرعونيات القديمة أكدت إن الإله أوزوريس كان موجود في مصر. نفس الكلام بينطبق على الإله نوة، واللي عرفته الفرعونيات القديمة إن هو إله المأوى ومنقذ البشرية من الفيضان. وطبعا معروفة إن النبي نوح عليه السلام هو منقذ البشرية من الفيضان، ودي كانت عادة القدماء إن هم بيعطوا صفة الألوهية لأي شخص عظيم بيموت. الكلام ده اتقال على لسان الدكتور مصطفى محمود، محتاج أعرف رأيك في الكومنتات، مؤيد ولا معارض للكلام ده؟ الناس اللي بيعملوا الحركة دي ما عندهمش خبرة في مقارنة الأديان، أو ما عندهمش خبرة في إن هم يخشوا مناظرة مع حد في دين مسيحية مثلا. يعني دلوقتي لو واحد مسلم جاي يناقش واحد مسيحي لازم يجيب له دليل من كتابه ان عيسى عليه السلام بيقول ان هو انسان، ان هو عمره ما قال ان هو ربنا وعمره ما قال اعبدوني. فهنا ده نفس الكلام على أتوم بتاع الفراعنة ده. هل في نصوص بتقول بلسانه هو بيقول على نفسه ان هو انسان طبيعي؟ مفيش. نفس الكلام على أوزير، يعني اللي بيقوله أوزير هو إدريس لازم يجيبوا دليل على الكلام ده، مش كلام بس وخلاص. يعني مش عشان تشابه في الحاجات، شوية حاجات متشابهة يبقى خلاص. في فترة مرت على قدماء المصريين وفي مصر هنا عندنا اسمها هيلينايزيشن اوف ايجيبت، ايام البطالمة. ايام البطالمة الرومان والجريك دخلوا في مصر وعايزين يدخلوا الديانات في بعض. فيعني مثلا التشابهات اللي ما بين آلهة مثلا رع كان الإكويفلنت بتاعه الناحية التانية عند الجريج كان هيليوس. فيقول لك زي ما مصطفى محمود بيقول آدم هو أتوم وإدريس هو أوزوريس وكده، دول أيام زمان كانوا بيعملوا كده برضو نفس الحكاية دي. كانوا يقولوا لك هيليوس هو رع، وحورس هو أبولو، أو حورس هو هيديز، أوزوريس هو ديونيسيوس، نبت أو نفتيس هي هيستيا، وهوت هي نيكس، وحتحور هي أفروديت، وأنوبس هو إرمس. يعني في لستة من الحاجات ممكن أقعد أقرأها لكم لحد بكرة. دلوقتي أنا عايز أتكلم على حاجة اسمها يوهيميريزم. يوهيميريزم دي كانت تكنيك استعملوها الرومان عشان يخلوا الرومان تتقلب تبقى مسيحية، وهم كانوا لسه على الوثنية بتاعتهم، كانوا بيعبدوا زوس وهيليوس والحاجات دي. فالتكنيك اللي استعملوها اللي هي اللي اسمها يوهيميريزم دي كانت عبارة عن بيقولوا لهم يا جماعة زوس وهيليوس دول كانوا عظماء بني أدمين طبيعيين وانتوا اللي عبدتوهم، عشان يخلوهم يسيبوا الديانة الوثنية دي ويقلبوا على المسيحية. فكانوا بيتهموهم، بيقولوا لهم يا جماعة انتوا مجرد بتعبدوا أشخاص بس، دول بني أدمين عاديين كانوا عظماء وانتوا عبدتوهم. فدي اسمها التكنيك اسمها ايه؟ يوهيميريزم. الناس اللي هم زي مصطفى محمود اللي بيقولوا أتوم هو آدم وأوزيريس هو إدريس والكلام ده، دول بالضبط هم بيعملوا تكنية اليوهيميريزم، بس مش بيعملوها بقى بالنطاق ان هو يا جماعة فرعنة قال. يعني في فرعنة اصلا دلوقتي عايشين يقولوا لهم اصلا اي حاجة من الكلام ده؟ قال يعني هنعتبر مثلا في فرعوني بيقول له يا جماعة انتوا الأتوم ده كان انسان، فسيبوا الديانة بقى دي الوثنية عشان تيجوا للإسلام، ماشي؟ زي ما الرومان عملوا عشان يخلوهم يبقوا مسيحيين، قالوا للرومان اللي كانوا بيعبدوا الأوثان أو الوثنيين اللي كانوا بيعبدوا زوس وكده يا جماعة سيبوا الأوثان دول كانوا بني أدمين طبيعيين. إنما مصطفى محمود ما بيعملش كده، هو ما بيعملش كده عشان يقولوا لهم يقولوا لكم سيبوا بقى الحاجة دي، لأن ما فيش ناس يقولوا لهم. فهو بيكلم بيخاطب مين؟ بيخاطب مسلمين، الناس اللي هم زي مصطفى محمود وكده، بيقولوا الكلام ده عشان يفهموكم الفراعنة دول كانوا مسلمين. فده غلط، عشان كده أنا ضد الكلام ده. أولا لازم يجيب دليل من كتابهم هم إن فعلا أتون قال على نفسه كذا إن هو إنسان طبيعي، إنما هو مش كده، هو مكتوب عندهم نتر، مكتوب عندهم إن هو إله. يعني لو كان في فرعوني دلوقتي عايش هيقوله لا هو مكتوب عندنا نتر، مكتوب إن ده إله بس، هي في وشك هي. زي كده لما يجي واحد مسيحي يقول بص مسيح قال إن هو إله اعبدوني، أهو خلاص هنسكت مش هنقدر نقول حاجة. إله الفيضان اسمه حابي، حابي إله الفيضان. أنا مش عارف بقى إيه نوع ده يعني ماشي. يعني في كذا فيضان apparently، في كذا إله كمان للفيضان. فلو ده كان هابي، طب لو كان نوح هو نوح، طب مين هابي؟
طب مين نفتيس؟ طب مين أنوبس؟ طيب طب مين بقى كل الناس دي؟ أنا مش عارف لازمتها إيه تيجي تقولي إن عند قدماء المصريين أتوم هو آدم، لازمتها إيه يعني؟ يعني لازمتها إيه تيجي تقولي إن أتوم هو آدم وهو أصلاً كانوا بيعبدوه؟ يعني هما من بداية ما ابتدوا يكتبوا على أتوم ما قالوش الأول كان إنسان وبعدين عبدناه، فلازمتها إيه تقولي إن هو أتوم ده كان إنسان وبس هما اللي عبدوه؟ طب ما هما عبدوه من الأول، يعني ما عندكش حتة تقول فيها لا هما الأول كانوا بيقولوا اعتبروه إنسان عادي وبعدين عبدوه، ما عندكش الحتة الأولانية دي. أنا بعتبره ده جنون رسمي، إن أنت توصل الإسلام أنبياء الإسلام للميثولوجيا، وكمان يعني أوزوريس متصور على الجدران بتاع واقف، يعني مش عيب حتى، مش مكسوف حتى تقول كده، تقول إن ده هو ده بس هم عبدوه بعد كده، حتى لو هم عبدوه بعد كده ما ينفعش تقول ده هو ده. إن فين بعد كده؟ يعني انت بتقول عبدوه بعد كده، طب فين قبل كده؟ فين اصلا؟ فين؟ ما انا بقول لك يعني انت بتقول الفتره اللي هم بيعبدوه فيها، طب فين قبل كده؟ فين الكلام اللي مكتوب بيقول انا انسان ورسالتي لا اله الا الله لا شريك له؟ فين العقيده دي؟ الرومان عايزين يقربوا الحكايه ما بين قدماء المصريين والرومان ليه؟ عشان وثنيه، ووثنيه قشطه شغال، كله شغال مع بعضه، انما اسلام ووثنيه لا مش شغال مع بعض، ما ينفعش، ما تجيش. مسلم على وجه الارض هيقول عمره ان عيسى عليه السلام هو يسوع، ماشي؟ الكلمه المشتركه اللي ما بيننا هي المسيح، انما عمرنا ما هنقول عيسى هو يسوع، زي ما هم عمرهم ما هيقولوا يسوع هو عيسى عليه السلام. فهمتها؟ يبقى انت فهمت الموضوع كله. وبعدين مش أوزيريس هو اللي علم الكتابة، ثوث هو اللي علم الكتابة، هو جيحوتي على فكرة بس عشان تبقوا عارفين، يعني جيحوتي. وبعدين إلهة تانية علمت الكتابة، فأوزيريس علم زراعة، حتى هو كان لونه أخضر عشان الزراعة، إنما الكتابة دي أنا مش عارف أنتوا بتجيبوها من فين. كمان إن أوزيريس علم الخياطة، خياطة بجد، في إله خياطة عند قدماء مصريين، قدماء مصريين ألفوا بقى آلهة وقصص وبتاع، في ناس النهاردة بتألف قصص وبتاع تقولك ده هو ده وده هو ده، ده تأليف وده تأليف برضو، التأليف القديم والتأليف الجديد. يلا مبروك عليكم. الحكم على الظاهر، الظاهر غير الباطن، الباطن لربنا، سيبه لربنا، إنما الظاهر إيه؟ الظاهر إيه في عند الفراعنة؟ الظاهر إيه؟ إن هم كانوا إيه؟ جماعة أنا ما بكرهش قدماء المصريين وما بكرهش الحضارة دي، ماشي؟ حب، بس حب بعقل، حب بذكاء، ما تحبش بغباء، عارفين الحب اللي بغباء ده؟ بلاش حب اللي بغباء ده.